ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من الأكاديمية الوطنية للتدريب الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية كريم، أطلعنا على آخر تطورات جلسات الحوار الوطني اليوم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل تتواصل هذه الجلسات الخاصة بالحوار الوطني، هذه هي المرحلة الثانية للحوار الوطني والأسبوع السابع. الأسبوع السادس كانت هذه جلسات معلنة شارك فيها جميع أطياف المجتمع في المحاور المتعددة السياسي والاقتصادي والمجتمعي. أما هذا الأسبوع السابع فهي جلسات مغلقة. اليوم هي جلسة لمجلس أمناء الحوار الوطني يناقشون فيها ما حدث خلال الأسبوع الماضي، مخرجات الأسبوع الماضي سواء كانت في المحور السياسي والجزء الخاص بالانتخابات وقضايا الانتخابات ومجلس الشعب ومجلس الشعب المحلي، والجزء الاقتصادي فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والتركيز على الصناعة وتوطين الصناعة، أيضا المحور المجتمعي وآلية تمكين الشباب سياسيا من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها الأسبوع الماضي. اليوم هي جلسة هامة لمجلس الأمناء من أجل الخروج أيضا بتنقيحات لما حدث الأسبوع الماضي، وبالإضافة لوضع جدول زمني للجلسات المتخصصة المغلقة التي ستقام هنا في الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة أيضا لوضع جدول زمني للجلسات المعلنة. بجانب ذلك أيضا الخروج بتوصيات مهمة مثل ما التي خرجت في المرحلة الأولى التي تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا نقطة هامة يسعى لها مجلس الأمناء الخروج بتوصيات يتم بإجماع من جميع فئات المجتمع من جميع الأحزاب المشاركين في الحوار الوطني، يخرجوا أيضا بتوصيات. ولكن المميز في هذه المرة هي في المرحلة الثانية هي مشاركة كبيرة من الشباب من الجامعات من المدارس، أيضا بالإضافة لمشاركة أكبر من المرحلة الأولى، خصوصا بعد التوصيات التي رفعت للرئيس والتي بالفعل ذهبت إلى مجلس النواب ليتم التعامل معها تشريعيا، وأخرى تم تحويلها للآليات التنفيذية التي تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، مما شجع المعارضة بشكل كبير المشاركة في المرحلة الثانية، وأيضا تفاءلوا وأشادوا بهذه المشاركة خصوصا بفتح المساحات المشتركة الكبيرة، وهذه هي المظلة الرئيسية للحوار الوطني، وهذا ما رصدناه أيضا من لقائنا مع عدد كبير من الرموز التي شاركت في الحوار الوطني، من رموز الفن، من رموز السينما، من أيضا رموز الممثلين عن الشباب الذين أشادوا بهذه المشاركات الواسعة. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية الوافية.